وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي الآن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد معنا. دعنا نبدأ حديثنا في الأسواق العالمية من أحدث البيانات، بيانات التضخم في منطقة اليورو يتباطأ يصل إلى 2.5%. كيف تقرأ هذه البيانات وكيف ممكن تنعكس على أسعار الفائدة؟ دينا المزيد من التقليص في أسعار الفائدة، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك حاجة حقيقية لتقليص إضافي، خصوصا أنه المركز الأوروبي لم يضع أي كوميتمنت أو لم يضع أي تعهد عليه بأنه يكون هناك تقليصات إضافية. شفنا الأسواق عم تتفاعل بطريقة سلبية نوعا ما، لأنه الموضوع ليس فقط بيانات التضخم، نحن عم نشوف تغييرات كبيرة في الجانب السياسي داخل المنطقة الأوروبية. شهدنا نجاح اليسار فرنسا بالجولة الأولى، ونشهد مزيد من هذه التغييرات. يحتاج إلى تحفيز مالي وتحفيز نقدي في آن معا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي حتى نشهد هذا التعافي أو الارتفاع في الأسواق الأوروبية بشكل أكبر. طيب بما أنك تحدثت بأنه ما عم نشوف تفاعل إيجابي بالأسواق الأسهم الأوروبية مع بيانات تباطؤ التضخم، في ضغط عم نشوفه من قطاع التكنولوجيا، شو السبب؟ شو اللي عم بضغط على قطاع التكنولوجيا؟ حقيقة هذا ممكن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا بعض التراجعات في أوروبا أيضا، كذلك الأمر في أوروبا. نحن عم نشوف أولا تجديد أو تعهدات جديدة سمعناها من إدارة بايدن، ممكن يكون في عنا restrictions تصير على تجارة السيمي كوندكترز أو الأشباه الموصلات، وهذا بحد ذاته كان هو العامل الرئيسي بفورة الارتفاعات التي شهدناها مؤخرا. كمان نعرف أنه ترامب رجع للرئاسة، ممكن يكون في عنا ضغط أكبر على تايوان وعلى الصين، وبالتالي ضغوط إضافية على قطاع التكنولوجيا، وبنفس الوقت فينا نقول أسهم ذات رأس المال الكبير. طيب رائد، ننتقل للحديث عن أسعار الذهب، عودة للارتفاع، مستويات قياسية جديدة أيضا نراها على الذهب مع التفاؤل ربما حول أسعار الفائدة وخفضها في سبتمبر القادم. السؤال الأهم الآن، هل هو مؤهل للمزيد من الارتفاعات خلال هذا العام الذهب؟ بشكل كبير جدا نعم. حقيقة نحن من زخم التداولات اللي عم نشوفه من كميات الشراء الكبيرة التي تحدثت من البنوك المركزية، ونحن شفناها على مدى العامين الماضيات صاعدت بشكل أكبر خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. في نفس الوقت العوامل المؤهلة لارتفاع الذهب، التوترات، المخاوف، الانسرتينتي، عدم الوضوح بشأن المشهد السياسي، وأيضا آفاق أن يكون عندي أسعار فائدة أقل أكثر ترجيحا في الولايات المتحدة الأمريكية وضغط على الدولار الأمريكي، عم بيسبب هذه الفورة بالاتجاه الصاعد، وعم نشوف الذهب ما عم يتراجع بشكل كتير كبير، تصحيحاته جدا ضعيفة ومؤقتة، ومن ثم عودة للارتفاع بشكل أكبر. يبدو 2700 دولار قريبة ممكن نشوفها حتى بشهر سبتمبر أو ربما قبل ذلك بوقت قريب جدا، ممكن نشهد هذه الارتفاعات القوية لأنه العوامل لا تزال قائمة. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.